على الإنترنت. المساحة القادمة ذاكرة الشروق، مكتبة حبلى ومليئة بعدد من الفترات البرامجية المختلفة، أوراق شبابية واحد من البرامج الذي استمر في قناة الشروق لأعوام، تعاقب عليه عدد من المقدمين والمنتجين. أتمنى إنه يعود مرة ثانية، نعم، لأنه كان مساحة فعلا مهمة. نعم. للشباب مهمة جدا. فاز أيضا بعدد من الجوائز في المهرجانات الدولية والعالمية، تضاف إلى أكثر من 20 جائزة حصيلة قناة الشروق منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا. نعم. ذاكرة الشروق، أوراق شبابية. الجار مجتمع قائم بذاته، الجار ده مهم في فرح الإنسان وأحزانه وكل حاجة. يعني الزول لما نحتاج له بلقاه في أي وقت في أي مكان، فالجار ده مهم جدا جدا. وانت يا سمر، هل الجيرة برضو أهمية كبيرة عندك في حياتك ولا لا؟ أيوة، عندي أهمية كبيرة للجيرة، وزي ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا بعتبر الجار زي أخ لي، ممكن أكون في مقام الوالد والوالدة. يعني الجيرة هي كان موجودة من زمان وعندها أهمية كبيرة في حياتنا. وانت يا حسن، وريني تمثلك شنو الجيرة؟ الإنسان أساسا زي ما قلت كان اجتماعي، يعني ما في إنسان بيقدر يعيش لوحده، يعني عشان كده الجار وإنك تكون عندك جيران دي أهم حاجة، لأنه هم بيكونوا مجتمع الجيران. الجار والله حاجة مهمة، يعني انت بتلقاه يعني في الفرح وفي الحزن وفي اي حاجة، في يعني لازم يعني انت تكون يعني جنبك ناس، يعني وقت ما تحتاج لهم تلقاهم، وقت هم ما يحتاجوا لك تلقاهم. طيب يا ماما، عايزين تكلمينا عن علاقتك بجيرانك، كيف عاملة بصراحة؟ بصراحة والله علاقة حلوة، يعني بيننا تواصل ونفقد يعني بعض، يعني بزورونا ونزورهم، يعني في يعني لما يكون عندهم فرح يعني بنكون معاهم، او حزن او اي حاجة، يعني علاقة متواصلة دائما. وانت يا حسن، كيف علاقتك مع جيرانك، خصوصا انتوا في انت تقريبا في بيئة مختلفة، بتسكن في ولاية الجزيرة صح؟ كيف علاقتك مع جيرانك؟ مترابطة، يعني اقرب من الاهل، لانهم هم بيكون زي ما بيقول المثل الشعبي، جارك القريب ولو دمك البعيد، لانهم يعني بتكون متغربين اكثر من في المدينة. يعني بتحس بفروقات بين الجار داخل المدينة او داخل العاصمة والجار في الولايات الثانية؟ اكيد في فروقات شديدة، يعني الجار في القرية له يعني ترابط أكثر من في المدينة. طيب يا لا، بتوافق حسن في كلامه ده أنت ولا لا؟ وافق. في رأيك طيب، السبب اللي أدى إلى وجود بعد والجفة بين الجيران فيما بعضهم شنو؟ بقى الناس الزمن ده لما واحد يعني يبقى غنيان أو حاجة فوق كده، بينسى أصحابه وجيرانه اللي كان معاهم زمان في المدرسة وفي البيت وكده. لكن المجتمعات الريفية لاسي فيها عادة الجيران يدخلوا لبعض، حتى أبوابه مفتوحة في بعض، يعني بتلقي في البيت في كم باب كده عشان الناس تخش بيه لبعض. طيب هل ممكن برضو يكون غير إنه ارتفاع المستوى المادي بتاع الشخص أو الاقتصادي أثر على زعزعة العلاقة تحت الجيرة بينه وبين الناس، إنه كمان يكون انشغالهم بأمور الحياة عشان ما يكون أيوة مستوى مادي أحسن لهم؟ أيوة، في ناس يعني بعدين الزمن بقى ضيق شديد، يعني زول داير يمشي الشغل، داير يمشي المدرسة، بيجي متأخر، عايز يرتاح، فما في وقت، برضو ده سبب. طيب يا حسن، عايزين تكلمنا عن طبيعة العلاقة بين الجيران في الجزيرة، كيف عاملة؟ يعني علاقة مترابطة لدرجة بعيدة جدا، فيها يعني بتنتهي المسألة بتاعت الخصوصية والهناية بتاعت الجيران، بيبقوا يعني زي الأهل واحد. طيب ما بتفتكر انه ممكن دي يكون عندها اثر سلبي على اخذ الخصوصيه حقت العوائل، لانه مهما كان بيجي وقت الناس بتكون حابه تكون اسره مع بعضها براها ولا لا؟ يعني بشكل جزئي، ما دائما بتكون يعني الخصوصيه يعني شيء لازم، يعني لما نكون العلاقه حميمه يعني بتكون بتتلاشى الخصوصيه. طيب يا شباب، كمان اروح الجيره دي ذاتها ما حاجه ساي كده، الزول بيتقاوم عليه بينشا بها او بيولد بها، بل حاجه هي بيكتسبها من التنشئه حقته، من اهله، من البيئه اللي هو عايش فيها. فكلمينا يا ماما، كيف انت اكتسبتي روح الجيره وانك تكوني مواصله جيرانك من اهلك؟ الجيران في الحي يعني بقى تكون مع التعامل معهم بصوره حسنه،
يعني الكل يعني تديم الكلمة الطيبة وكذا، وتزور حتى إذا يعني إذا مريض أو تزور زيارة كذا عادية، وتفقد أحواله كذا. زي ما هنا قصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي، فكان بيجد عليه الأوساخ بفوق الحيطة، فقام يلا عدى يعني حصل له يعني مرض، فقام زي 3 يوم ما يعني ما جت عليه، فقام رسول صلى الله عليه وسلم يعني قام مشى فقده، فطرق على الباب فجاب خادم بتاع اليهودي، فقام قال له من؟ قال له محمد. فقام يعني قال له خليه تفضل وكده. طبعا اليهودي استغرب انه هو يعني كيف كان بيرمي الاوساخ، وانه كيف جاء يزوره وكده. فقام قال لي لانه الرسائل اللي كنت بترسلها لي بقت متصل، فانا جيت افقدك يعني اشوفك انت، اتفقد احوالك كده اشوفك معي. فقام طوال اليهودي قام اسلم. يعني حاجه مهمه انه انت تفقد انت يعني جارك وتشوفه كيف وكده. ده كمان دلاله كبيره جدا على اهميه الجار، وعلى انه نحن لازم نواصله وبمقامه الاهل كمان، صح ولا ما صح؟ ولا رايك شو انت يا علاء؟ صح. طيب بتعرفي كل جيرانك انت لحولك ولا؟ ايوه كل جيراني لحولي بتعرف عليهم، بتعامل معاهم وبتعاون معاهم، وبحكي لهم مشاكلي وبحكوا لي مشاكلهم، طوالي مع بعض في السراء والضراء. ايوه. طيب بالتالي الحاجه دي انت اكتسبتيها من مكان معين، هل كان سبب اسرتك ولا عاده لقيتيها انت في المجتمع اللي انشئت فيه وبقيتي ماشيه عليها؟ اسرتي والمجتمع الاثنين. اسرتي بتشجعني على اني اتعامل مع جاري وادعاوم معاه، وهو يدعاوم معاي وادعم معاه، حتى اذا كان علاقتنا ضعيفه لازم احاول اقويها باي طريقه.